السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعات متتبعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد اللي إن شاء الله غيكون ماشي فيديو تعليمي وإنما فيديو حماسي. فأنا هذا الفيديو الصراحة شجعوني بعض الصديقات اللي كانت تواصل معاهم عبر الواتساب، سولوا لي على الماكينة اللي كنخدم بها وصورتها لهم وقالوا لي علاش لا ما تشاركيش معنا هذا الفيديو ديالك، شاركيه حطيه بارطاجيه معنا في اليوتيوب. وهاني لبيت لي الطلب ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم ويكون ان شاء الله باستفاده لكم. كما كتشوفوا هذه هي الماكينه اللي كنخدم بها، وانا كنخدم في محل، ما عندي لا محل زعما محل ديال الخدمه لا والو، كنخدم في داري. وهذه هي الماكينه اللي كنخدم بها اللي هي ماكينه ديال رجل عاديه، ماشي نقولوا ديال الضو. غادي نقرب لكم باش تشوفوها وغادي نوريكم بعض الحيل اللي الصراحه هما اللي عجبوا الصديقات ديالي وقالوا لنا والله تتحطيه وغادي ان شاء الله يكون فائده، غادي يفيد المتتبعين ديولي. وهنا غنشاركوا معكم، فكما كتشوفوا هذه هي الماكينه ديالي سميتها الفا، غير ديال الرجل كما قلت لكم ماشي ديال الضو. واخا ان شاء الله ناخذ شي وحده ديال الضو ان شاء الله باذن الله غادي نحتفظ بها لان خيرها كثير عليا صراحه، هي باش تعلمت وهي باش كنخدم بها دابا الكليانات ديالي وكنخدم بها الشغل ديالي. وهاد الحيل اللي صراحه عجبوا الصديقات ديالي هما هادو اللي انا دايره. بالنسبه لهذا الخيط اللي كتكون لي واحد اللعيبه هنا كتكون شاده، انا مستعمله كما كتشوفوا مسطره شاده هاد العين ديال هاد العوينه ديالها، مدوزه فيها الخيط كما كتشوفوا. وبالنسبه لفين حاطه الخيط، حاطه في هاد الديكور هذا اللي هو غادي نقول لكم ديالاش باش كتعرفوا، لان المراه المغربيه ديما عندها مع التدابير. فهاد الديكور هذا ديال التريه، منين التريه خسرت ما بقاتش خدامه ما كاينلاش نضيعوه ونلوحوه كما كتشوفوا، هو كان ديال التريه. فانا حاطه بحال هكا باش هاد الجراره ما طيحش ولا تفاوت ولا شي حاجه، نخليها فيها. وكما كتشوفوا كيمشي الخيط بحال هكا، وهذه هاني فين هاد المسطره كما كتشوفوا رابطه هنايا كما كتلاحظوا، لاننا ماشي خصنا تكون عندنا الامكانيات تكون عاد نخدموا شي خدمه نستافدوا منها، وانما باللي كان فمعروف على المراه المغربيه انها كتقاتل واللي كان كتخدم. هذا بلاكا باش كان نحط اللوازم ديال الحرير وديال الخياطه ديالي، فهنا كما قلت لكم غير في داري باش كنخدم هذه الخدمه، ما عنديش المحل. ان شاء الله كلشي بيد الله ان شاء الله قريب. وهادو اللوازم، مقاس صغير كبير كتاب فاش كن نكتب نقيد الخدمه ديالي، هاد البيستولي، هاد المثلث هذا تا هو كنحتاجو. بالنسبه ل واحد سميتها اخرى باش قلت لكم انا هاد الفيديو ان شاء الله بيتي يكون حماسي بزاف ديال البنات اللي كيقولوا اننا غنخدموا شي حاجه ولكن ما كايناش هادي ما كايناش هادي ما كايناش هادي. فاختي الا بغيتي تعلمي الصناعه اي حاجه غادي ان شاء الله غير ديريها في بالك وغادي ان شاء الله توصلي لها. بحال هادي انا كنت دايره الكروه ديالها، كانت ما شريتهاش بها الصراحه، شريتها بلا كروه وشديت درت الكروه ديال الجلده اللي كتكون في الكوكوت في الطنجره ديال الضغط، كنت دايرها يا غنوريها لكم، هي اللي كنت دايره، خديت العبار اللي غيقدني وكنت دايرها. فيلا تقريبا هذه شي 15 يوم هاد السلك هذا تقطع عليا وحيدتها واستعملت هذا ماشي الكروه ديالها وانما هذا لاستيك، انا غنوري لكم. اللي هو هذا هو هذا كما كتشوفوا، جبدتو مزيان ودرتو ليها. وغادي نوريكم ان شاء الله دابا نيت غنوريكم الخياطه، مع انكم ما غتزعموش غتقولوا لا خصنا تكون عندنا
الماكينه اوتوماتيك زعما ديال الدعاء نخدموا فيها. بهذه ان شاء الله غتشوفوا الخدمه ديالها، بلاتي نرص التليفون وغنوريكم. فكما قلت لكم غنوريكم الخياطه ديالها، ما كتختلف الخياطه ديالها، ما كتختلف والو على الماكينه ديال الضو. كما كتشوفوا انا كنضغط برجلي من تحت وهي كما كتشوفوا هانتوما ما كاين حتى اختلاف. ما عمرني ديت الصراحه هاد المعلم، ملي كتشحف كتولي كتجر ليا الخيط، كنشري ليها واحد الزيت وكنزيتها. الا بغيتو ان شاء الله راه نشارك معكم هاد الطريقه ملي كنفكها من هاد البلاصه هادي وكندير لها الزيت. الا بغيتو راه نشاركها معكم. بالنسبه لي عندكم شي ماكينه وما كتعرفوش الطريقه كيفاش زيتوها، انا نوريكم ان شاء الله فيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا غادي نقرب لكم، شوفوا الخياطه ديالها ما كاينش الاختلاف بينها وبين ديال الضو. صراحه كان نقولها للصديقات، كنقول لهم مع الفا حياتي ولات مختلفه. فهاد الماكينه زوينه الصراحه، وعمليه كما قلت لكم، ما كتحتاجوش انكم كل مره تخافوا ودوها للمعلم، يكفي انكم تزيتوها بالزيت ديالها. الصراحه قريعه صغيره رخيصه، ماشي زعما شي ثمن غالي. وكدير حتى باش مثلا تعاودوا ديروا رجعوا مثلا تعاودوا تقنوا الخدمه كما كتلاحظوا. ها هي دابا رجعت، يعني دابا راجعه. مثلا انا بغيت نعاود الخياطه نضبطها مزيان، هاني عاوتاني غنكليكي على هاد الزر التحكم ديالها بحال هكا، وهي كتعاود ترجع. ما كاين حتى اختلاف بينها وبين الماكينه ديال الضو. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون بالافاده، ونكون ان شاء الله مفيده ومستفيده منه ان شاء الله. كاع الفيديوهات اللي كنحط المحتوى ديالي كامل يكون ان شاء الله مفيد لكم، وما يكونش هذا الفيديو طويل. والا شجعكم هذا الفيديو خلوا لي التعليق باش ان شاء الله نشارك معكم كل اعمالي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديال هذا الفيديو وعلى تشجيعاتكم ودعوات الخير اللي كتكتبوا لي في الكومونتير. وهذه هي انا، وهذه هي محل ديال الشغل ديالي كما قلت لكم في داري. ونتمنى ان شاء الله النجاح، ولكل وحده ان شاء الله عندها طموح انها دير شي مشروع في دارها، فما عليك غير تقولي بسم الله وتوكلي على الله، وان شاء الله ربي كيسر في حاجة الخير. وبالسلامه عليكم ان شاء الله الى فيديو جديد، وشكرا لكم على المتابعه.